مرحبا، في هذا الفيديو سنكتشف المطبات التي عليك تجنبها كمشرف. قد تكون عثرات صغيرة وقد تكون أخطاء كبيرة، ولكن على المشرف تجنب جميع أنواعها. هذه 5 مطبات يجب تجنبها. عدم التخطيط بشكل صحيح. يعد إدارة المشروع أمرا ضروريا لإكمال جميع المهام الموكلة. عملك كمشرف يتضمن أن تقوم بالتخطيط لجميع تفاصيل العمل ورصد جميع المهام في جدول مسبق للتأكد من الالتزام بوقت التسليم المحدد. الاستهتار بالعمل. بالرغم من أنك تشغل منصب المشرف، إلا أن استهتارك بالعمل يعطي مثالاً سيئاً لموظفيك، لذا تجنب هذا الفعل، كما أنه يزيد من حمل العمل على أعضاء فريقك، مما يؤدي لتراجع في معدل الإنتاجية وتقديم نتائج غير مقبولة. عدم إعطاء موظفيك كمية كافية من العمل. تجنب أن تقوم بأداء العمل بأكمله بنفس مقدار تجنبك الاستهتار به. يجب توزيع العمل وفقاً للمسميات الوظيفية لأعضاء الفريق، لأن التوزيع الغير عادل يؤدي لتراجع في الإنتاجية، فضلاً عن تراخي الموظفين بسبب عدم وجود قدر كافٍ من المهام الموكلة له. أن تكون وديعاً للغاية. تجنب أن تكون في غاية اللطف مهما كان الموقف، فالاعتدال هو الحل، لأنه يسمح للموظفين بأن يثقوا بك ويعتمدوا عليك، لكن لا تسمح لهم بتجاوز حدودهم. توظيف الأشخاص الخطأ. يتحتم عليك كمشرف أن توظف أعضاء جدد في الفريق. توظيف الأشخاص الخطأ يعطي انطباعاً سيئاً عن قراراتك كمشرف، وبدلاً من ذلك يمكنك التأكد بأن المرشحين يحصلون على التهيئة المناسبة والتدريبات الضرورية قبل الحصول على الوظيفة. يتم ارتكاب الأخطاء بسهولة، ولكن من السهل أيضاً تجنبها، وكونك مشرف فأنت معرض للخطأ، لذا اعمل جاهداً كي تتجنبه في المرة القادمة، واحرص على أن يتعلم الفريق من عثراتك.